السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في فيديو جديد، معكم أخوكم أنس. إن شاء الله في درس هذا اليوم سوف نتحدث عن كيفية تحويل الثيم في اليوتيوب من الساطع الذي ترونه هنا، الثيم اللايت ثيم الذي هو ثيم الساطع الأبيض الذي يحتوي على خلفية بيضاء، إلى الثيم الأسود أو الذي يحتوي على الثيم الخلفية السوداء. هذا الأمر خصوصا إذا كنتم ممن يرهقكم سطوع الخلفية البيضاء لليوتيوب في أعينكم، فأنتم ترون أن الخلفية البيضاء في اليوتيوب إذا استمريتم في العمل بها لفترة طويلة فهذا الأمر سوف يرهقكم كثيرا في أعينكم، وربما في ذلك الوقت تريدون العمل بخلفية سوداء لإراحة أعينكم. الأمر سهل جدا، فقط شاهدوا الفيديو إلى آخره لمعرفة كيفية معالجة هذا الأمر. حسنا، فكما قلت لكم الطريقة سهلة جدا، يكفيكم فقط إذا كنتم هنا في اليوتيوب أن تذهبوا إلى هذا الزر، وهو الزر الخاص بقناتكم والخاص الذي يحتوي على الأوبشنز أو الخيارات والإعدادات الخاصة بحسابكم على اليوتيوب، وتقومون بنزول إلى Appearance. فأنا سوف أعيد، تذهبون إلى هنا إلى هذه الزر، فأنتم سوف ترون أنه سوف يكون لديكم رمز آخر. أنا لدي هنا رمز القناة الخاصة بي، ولكن في حالتكم أنتم سوف ترون رمز آخر، إلا أنه يكفيكم فقط الذهاب إلى هنا وتضغطون وسوف يأتيكم كل الإعدادات الخاصة بالحساب الخاصة بالقناة لديكم على اليوتيوب، وتنزلون إلى هنا Appearance، تضغطون على هذا السهم، وهنا لديكم اختيار الثيم، إما Light Theme وهو الذي هنا by default وهو الذي ترونه الآن هو الثيم بالخلفية بيضاء، أو Dark Theme الذي هو سوف نقوم الآن بتفعيله. وإذا قمتم بتحويله إلى Dark Theme والآن ترون أنه قد نجحت في تحويل اليوتيوب من الخلفية البيضاء إلى الخلفية السوداء، وهنا سوف ترون أنه يمكن إراحة أعينكم كثيرا بهذا الثيم الأسود. فهذا الأمر على حسب كل شخص، فإذا كنتم تريدون أو تفضلون هذا الثيم الأسود فأنا لقد رأيتم كيف نحوله. نذهب إلى هذا الزر، زر الإعدادات، ونأتي إلى Appearance. الآن ترون أنه Dark يعني الغامق المظلم، وهنا تقوم بتحويله يا إما من Light Theme إلى Dark Theme أو من Dark Theme إلى Light Theme، تقومون باختيار الثيم الذي تودون بالعمل لديه والذي ترتاحون فيه أكثر. فأنا أرتاح إلى هذا الثيم الأسود، سوف أتركه الآن في الثيم الأسود. حسنا، كان هذا هو درس هذا اليوم، كيفية تحويل ثيمة اليوتيوب من الخلفية البيضاء إلى الخلفية السوداء. إذا نال هذا الفيديو إعجابكم اضغطوا على زر اللايك، ولتشجيعنا من أجل إنزال مزيد من الفيديوهات والمزيد من الدروس الجديدة لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. وإذا كان لديكم أي استفسار أو تعليق قوموا بتركه في التعليقات في الأسفل، وسوف أقوم بالاستجابة لكل التعليقات. كان معكم أخوكم أنس، ألقاكم بخير في فيديو ودرس جديد إن شاء الله.